بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، بأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة احنا عملناها. وارجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنعمل دوت ان شاء الله رضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. احنا قلنا بينا هيتعمل على 3 اجزاء. الجزء الاول هنطلع منه اللي هو الحجم بتاع الخليه، اللي هو طلع 1.461 اهو احنا جبناه. والجزء الثاني طلعنا منه اللي هو الكي بتاعه الجهاز. بعد ما طلعنا الكي وطلعنا الوزنه كتبناها وبقيت على الجهاز، بقيت الارقام دي ثابته وخاصه بالنسبه له. قلنا اللي هو الكي بتاعه الجهاز 2.30177، والحجم بتاع الخليه اللي هو 1.461. ده ارتبط بالجهاز، ولما تجي لي عينه اسمنت اعمل لها سبيكس جرافتي وادخلها في المعادله واطلع منها الوزنه الخاصه بعينه الاسمنت اللي هتيجي. طب كده الجهاز شغال ومفيش اي مشكله بالنسبه له، امتى هيتعاد معاينته تاني؟ هيتعاد المعاينه بتاعته في حالات معينه، الا وهي ان المانوميتر ده هيتغير، او ان الزيت يتغير، او ان ورق الفلتر اللي احنا عملنا به المعاينه ده يتغير. ورق الفلتر دوت، او ان احنا نعمل 1000 اختبار. دول الحالات اللي احنا بنعمل فيهم معاينه بليل، كده الجهاز بليل شغال. الحلقه في المره الجايه اللي هي الجزء الثالث من اختبار بليل، هنعمل بليل نفسه على عينه توريد جديده للمعمل، وهنعملها ان شاء الله مع بعض في حلقه جديده. المره دي بقى او اللقاء دوت ان شاء الله هنتكلم ان احنا هنعمل بليل. دلوقتي انا في المعمل وجايه لي عينه اسمنت، مطلوب مني ان اجيب المساحه السطحيه بتاعتها او اقيس النمو بتاعتها. عشان اجيب النمو بتاعتها لازم هطلع الكثافه بتاعتها او الوزن النوع بتاع عينه الاسمنت. احنا عينه الاسمنت اللي انا هشتغل بيها ديت عملت لها سبيشال جرافتي وطلعت لها وزن نوعي. الوزن النوعي بتاعها طلعته طلع معايا 2.999. ديت الوزن النوعي او السبيشال جرافتي بتاع عينه الاسمنت اللي انا هشتغلها دلوقتي دي. كده اول حاجه انا خلصتها. هبتدي اعمل ايه بقى؟ اجيب الوزنه اللي انا هاخدها من عينه الاسمنت اللي هحطها في الخليه. المره اللي فاتت لما قلنا وزنه الاسمنت كان طلع 2.668، بس الوزنه دي خاصه بعين الاسمنت دي كانت كثافتها او وزن النوع بتاعها 3.252. انا دلوقتي طلعت كثافه او وزن نوعي 2.99، طب هوزن قد ايه في الخليه؟ هنطلعها حسابيا. هطلعها ازاي بقى وزنه الاسمنت؟ يعني وزنه الاسمنت هطلعها ازاي؟ الوزن النوعي بتاع الاسمنت اللي انا طلعته اللي هي 2.999 في كام؟ في حجم الخليه اللي انا طلعته قبل كده اللي هو 1.641. في كام؟ في 0.5. لو انت خدت بالك المعادله ديت، الحاجه الوحيده اللي غيرت هي العنصر ده، ان الثانيه كانت 3.252. معايا؟ لو انا استعملت الرقم ده هيديني 2.668. انا دلوقتي هشتغل على الكثافه بتاعت الاسمنت بتاعي اللي هو بتاع الشغل بتاعي، هحسب الرقم ده عشان هيديني وزنه كام؟ هقول 2.999 في اللي هو الحجم بتاع الخليه 1.641 في 0.5، يبقى الوزن ده يبقى الوزن هتساوي 2.461. يبقى ديت وزنة الاسمنت اللي انا هشتغل بيها بالنسبة للعينة دي. طيب انا كده عرفت وزنه اهي اللي هي 2 جرام 661. طب هعمل طريقة بنين ازاي؟ هاخد العينة اهي واعملها كده وارمي فيها المدة الدقيقتين. بعد ما رجعت المدة الدقيقتين
الحاله. عشان كده طبعا لو في اي حاجه متكلسه تفصل بعضها، ما يبقاش حاجات ماسكه بعضها. بعد ما هزيت المدتين هسيبها المدتين تاني، ما افتحش الغطا. ليه؟ لان في هابو طاير في البطلمات بتاعي، فمعنى كده ده برضه من النعوم بتاعت الاسمنت. ابتدي بقى معاك دقيقتين افك البطل بتاعي اهو، مفيش اي حاجه صغيره، وابتدي بعمود زجاجي كده وابتدي اقلب العينه برضه بالوقت لو في اي حاجه لازمه. خلصت اخد العينه وابتدي اعمل الوجبه بتاعتي اللي انا جبتها. اول ما شفتها ليا دي 2.461 2 جرام و461. اول حاجه اعملها احط المصفى دي، والمصفى ديت فيها من 30 ل 40 فتحه. الفتحه الواحده نص ملي، اسقطها كده في الخليه بالراحه وابتدي انها واتاكد انها راكزه، واروح جاي حاطط ورقه فلتر واحده اصفر الخلايا. اصفرها كده. كده انا صفرت الخليه، اروح واخدها واودن فيها، واودن فيها الوالده بتاعتي اللي هي 2.461. اودن الوالده بتاعتي اللي هي 2.461. تمام. كده عملت الوالده بتاعتي، عملت الوزنه بتاعتي خلاص. اروح حاطط ورقه الفلتر الثانيه تمام بالراحه كده، وابتدي استعمل المكبس، ودي اهم خطوه. اهم انزل بالجهاز بالمكبس ده بالراحه تمام، اهي بالراحه خالص اهي من غير ضغط. نزلت الاخر اروح لافف 90 درجه وارجع تاني واطلع ايه بالراحه، لان لو سحبت مره واحده تطلع معاك هتحصل خلخله للعينه، ودي هتبقى تمام هتبعد العينه عن بعض. وانا عايز اكبسها بحيث اوصل للمسامير بتاعتها بس. خلصت كده كل حاجه، اروح جاي عينه بنزين او شحم او اي حاجه ايه، بس احنا بنستعملها بنزين، وابتدي اشحم الخلايا من بره كده بحيث امنع اي هواء يعدي من بره الخليه، وابتدي اسقطها فين؟ في المني بتاعها بالراحه. طيب انا دلوقتي عملت كده وركبت الخليه بتاعتي، ايه ضمننا بقى ان الجهاز سليم؟ هبقى هجهز الاستوبوس بتاعي وابتدي اضغط زيت في الجهاز معايا. اروح انا ضغط زيت واقول لك انا هختبر الجهاز ازاي. قبل ما اضغط الزيت انا في عندي في الجهاز اللي ممكن تقرب معايا، في عندي هنا اربع علامات اهي، ادي علامة 2 3 4 اهي، علامة 2 3 4. الاربع علامات دول كل واحدة ليها هدف. العلامة الاولانية ان لازم الزيت بتاعي اللي هو قلنا عليه دوت ما يكون اللزوجة بتاعه ضعيفة وما يكونش طيار، دي شروط الزيت دوت، بالاضافة انه يكون ذو لون ان الواحد يقدر يشوفه. العلامة الاولانية ان الزيت لازم يكون واصل للمستوى بتاع العلامة الاولانية، دي تمام وادي متحقق. سيبك من علامه 2 و3، هطلع العلامه 4. هضغط الزيت ان الزيت يوصل لغايه العلامه 4. المسافه ما بين 4 و3 دي بختبر فيها الجهاز، ان انا بقفل الجهاز من هنا، الخليه من هنا. لو الزيت فضل معايا ماشي اذا في تسريب في الجهاز. يعني معنى كده ان في تسريب هواء بيخش من بره الجهاز من القفل او من حوالين الخليه، فانا بامن الجهاز. طيب نيجي العلامة رقم 2 ورقم 3، دي أهم حاجة. العلامة رقم 2 ورقم 3 ديت اللي أنا بحسب بيها الزمن الثواني اللي هيستغرقه رجوع الزيت لمركزه تاني. يعني الزيت هيفضل ماشي معايا من هنا، أول ما يبدأ هنا هبتدي أدوس على الاستوبوتش وأشغله، ويفضل تاني ماشي معايا لغاية العلامة رقم 2. أنا هاخد الوقت ده اللي أنا من خلاله هقدر أحسب المساحة السطحية أو النعومة بتاعت عينة الأسنان بتاعتي. فاللي أنا هقوله دلوقتي هطبقه. انا دلوقتي هضغط زيت اهو، انا كده بضغط زيت دلوقتي، وابتدي افتح الزيت بالراحه بحرص عشان الزيت داخل. اقفل بقى بسرعه هنا اهو اهو، الزيت ده واقف اهو صح؟ اه
كل اللي زيد واقف معنى كده ان مفيش اي نفسيه او تنفيق، يعني الجهاز مش مفيش اي تسريب هواء في اي مكان. تمام. لو الزيت فضل ماشي معنى كده ان في حاجه بتسرب. تمام. لو انا شفت صبع الزيت هينزل معنى كده ان الهواء داخل من خلال الخليه وما بين حبوبات الاسمنت، وده الهدف من الاختبار. تمام. اشيل صبعي واسيب الزيت ينزل على راحته، واحنا اتفقنا هنحسب المسافه اللي هي ما بين رقم 3 ورقم 2، امسك الستوب ووتش واحسب الزمن المشوار ده. تمام؟ اللي جاي شغال انا ايه؟ بص بص لسه الزيت ما وصلش، لازم النقطة اللي تاخد فيها البداية من تحت هي نفس النظرة اللي تاخد فيها النهاية بتاعتها من تحت. تمام كده؟ تمام. يبقى كده الزمن كام؟ دقيقة و38. تمام. هنحسب بقى دقيقة و38 تعمل كام؟ يبقى التايم اللي خليته العين معانا كانت دقيقة بوينت 38 ثانية. تمام. طب هحول 38 ثانية بوينت صح؟ 7 6 لما احول ده مينت هحوله ثواني لسكند هتساوي دي 60 يبقى 98 ثانية كام؟ 98 ثانية بوينت 7 6 لما اجي اجيب العمر بتاعت العين 24 و 2 ماشي يا معلم؟ تمام. في جذر الزمن في الكي اللي احنا طلعناه في 2.30177 يبقى ده الكي بتاعت الجهاز وده الفاكتور. تمام؟ في كام؟ في جذر الزمن بالثواني. طب جذر الزمن بالثواني احنا قلنا الثواني كام؟ عامله 98.76 جذر تعمل كام؟ 9.93. اصفر بقى المعادله دي كده واقول ده على الاسباس في جرافتي بتاع عند الاسمنت اللي انا عملتها اللي هي كانت عامله 2.999 هقول تساوي اهي عشان ما نتوهش هقول 524.2 اهي في الكتله الجاد 3.077 كمان بتساوي في كام؟ في احنا قلنا الزمن بتاعنا كام؟ في 98.76 جاز هتساوي الرقم ده هقول 1199.8 على كام؟ على 2.999 على 2.999 هتساوي يبقى معونة الاسمنت بتساوي كام؟ 3998 علامة 3 يبقى ده المطلوب اجيبه ديت كثافة الاسمنت بتاع الشغل بتاع اللي هي جاية لها الله اكبر الله اعلم واعلم شكرا يا ريس واشكركم لحسن متابعتكم وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات الخاصه مع الطلبه واتمنى ان اكون وفقت وارجو منكم التعليق ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.